إنا لله وإنا إليه راجعون. إلا ما أعطاه لله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. الشيخ هو الأب الروحي ديال جميع المسلمين المتطلعين إلى الكرامة وإلى العزة وإلى النخوة. كنا نرى ذلك في الشيخ رحمه الله، ابتلي في ذات الله وصبر في زمن يعني قل فيه أمثال الشيخ. تجد العلم وتجد المعرفة وتجد ما شاء الله في السم، تجدهم ما شاء الله موجودين، لكن عند المصائب وعند الشدائد وعند كلمة الحق لا تجد إلا الرجال. قد قابلت الشيخ في سطح المسجد النبوي مرات وجلست جلسة خاصة مرات، وله الفضل بعد الله عليه فيما أنا عليه. لما يعني ننبذ الظلم ولما نتكلم عن المظلومين، ما ذلك إلا من أجل ما زرعه الشيخ فينا من معاني الكرامة ومعاني العزة. نسأل الله عز وجل أن يرحمه. وأنا نصيحتي لطلبة العلم أن يسيروا على نهج الشيخ هذا، ونهج الصحابة، ونهج التابعين، ونهج العلماء الصالحين في هذه الأمة، أمثال ابن تيمية وأمثال عز بن عبد السلام، وقبلهم الإمام مالك والشافعي وأحمد. وابتلوا في ذات الله وصبروا على ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يتغمدوا بواسع رحمته، وأنصحوا طلبته أن يسيروا على نهجه. فالشيخ لم يمت، بل ترك علما وترك منهجا وترك طريقا ليستضيء به كل من حمل لواء هذا العلم. فالعلم ليس فقط المعلومات، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يتقبله وأن يرحمه. الشيخ لما خرج من السجن، آخر مرة زرته لما خرج من السجن كنت عنده في البيت، وقال لي كلام جميل جدا. قال لي راه مالين الدار كيتنيو عليك خير، وتذكرك يعني لما وقفتي معهم ولما كنتي كتتصل بهم، فكيعودوا علي عليك دائما بالجميل وانا ادعو لك. والشيخ كانت بيني وبينه علاقه خاصه، حتى في ايام المدينه المنوره لما كنت ألاقي به في سطح مكه، كان الشيخ يعني يخصني بنصائح ويخصني برسائل، جزاه الله خيرا. انا تعجبت لهاد، جيت للجنازه لحقاش كان رفيق ديال الزنزانه، كنت ديال واحد الحي في سجن عكاشه، كنا مشدودين في الحي ديال مركز متعدد التخصصات في سجن عكاشه. فعرفت الرجل الله يرحمه ويوسع عليه في سجن عكاشه، جيت باش نأدي الواجب الاخلاقي نحضر الجنازه ديالو. مشيت للدار كنت فاجئ بان جابوا الروضه من السبيطار، وعرفت من خلال العائله ديالو ان وسائل الاعلام البارح قالت بان الفقيد مات بكورونا. وتعجبت بزاف كيفاش وسائل الاعلام توصلت الملف الطبي ديال الفقيد. تعجبت بزاف خصوصا فاش تقول العائله بان كان عنده نزيف داخلي في المخ وما كانش مريض بكورونا. فعلى اي اساس قانوني كيتم ترويج اخبار كاذبه على رجل مات الله يرحمه ويوسع عليه وتيقولوا بانه مات بكورونا؟ على اي اساس قانوني تيتم ترويج اخبار كاذبه؟ وهاد المساله تعاقب عليها القانون المغربي، تعاقب على ترويج اخبار كاذبه. فمن سرب الملف الطبي، ولا كان ما كانش في الملف الطبي كورونا، فعلى اي اساس قانوني تيجي من السبيطار لهنا وتتمنع العائله ديالو من التأبين ديالو في الدار، ويغسلوه في الدار ويديروا له جنازه تليق بإنسان ما عنده حتى شي جرم إلا أنه كان الصوت ديالو كان مزعج. هو يعني أي كلمة نقولها في حق الفقيد الشيخ أبو النعيم رحمه الله فهي يعني كلمة قليلة في حقه. الشيخ كان تعرض للاعتقال بسبب كلمة الرأي، أنه تكلم عن فتح المساجد، يعني كان تعرض لمجموعة من العقوبات السجنية، كانت تعرض للمضايقات داخل السجن، مما كانت أثرت عليه على الصحة ديالو، الصحة الجسدية للنفسية. الشيخ أبو النعيم رحمه الله كان قويا صابرا محتسبا حتى في اعتقاله. اليوم افتقدنا يعني رجل من رجالات الدين هنا بالوطن ديالنا. شيخ مات رجلا وعاش رجلا، ندعو له بالرحمة والمغفرة. والأهم أننا نتابع الكلام اللي كان كيقول شيخ أبو النعيم في المسار ديالو، على السنة، على الدين، على الجماعة، في شروط الحياة العامة. هو
الأحسن وفاء للشيخ أبو النعيم هو نتابعوا الكلام ديالو وإحقاق الحق وإزهاق الباطل، والله يرحمه والله يجدد عليه الرحمات ويرحم جميع أموات المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.